الاسعار بقى، اسعار اللاعبين اسعار اللعيبه بقى مش عاجباك ولا شايفها كويسه ولا ايه؟ لا لا كتير كتير كتير، مبالغ فيها، مبالغ فيها بطريقه غريبه يعني، خد بالك. بس يعني اتمنى ان كلامي بس يتفهم صح. انت عارف دايما بيبقى في ناس قاعده، وانت يا عم انت ما لحقتش مش عارف ايه وبعدين يعني فاهم. لا يعني، او بمعنى اصح دايما لما بيجي بيحصل لنا مواقف معينه، فانت تعالى يعني ايه قارن ما بين المبالغ اللي انت بتسمعها ومثلا اللي بيقدمه اللعيب ولا اللي بيديه اللعيب او برافو عليك. والله لو انت شايف مش باللي فات، انت بتقارنه باللعيب نفسه بالظبط. لو انت شايف ان اللعيب بالنسبه لك ده شايفه انه بيعمل لك وبيسوي لك وبيعمل بالمبلغ اللي هو ده خلاص يستاهله، يستاهل. بس انا لو سالتك، لو سالت ناس كتير من اللي قاعدين بيتفرجوا علينا، طب انتوا شايفين الكلام دوت وبتاع، ما لا اكيد. تفتكر مين أكيد اللي كان لا. سبب في الموضوع ده؟ والله بص، انا ما اقدرش اقول لك اسباب، يعني انا ما اقدرش اقول لك اسباب، ولكن هي دايما الموضوع كل حاجه بيقول لك ليها اول مره. فانت بيجي صفقه معينه بتيجي بتحصل فيها كذا، السعر بيعلى، فبعد كده الناس الدنيا بتيجي كلها. تبني عليها، فاشمعنى ده بكذا وده بكذا ده وكذا، فتبص تلاقي الدنيا راحت في اتجاه تاني. فده مضايقك؟ لا هو مش مضايقني ان هو منغص على حياتي، يعني انا عايش حياتي عادي يعني. انما احنا يعني انا دايما بتكلم بنقلك من حته ان احنا كان كل حاجه ايه تنزل ساخن، نشوف الجمهور مش عارف ايه من النهارده، لا ده المدرج ده مليان، لا ده مش عارف ايه، وتعالى يا اسلام وتعالى يا تركه وتعالى يا جمعه وتعالى، يعني فاهم، بتبقى اجواء في الملعب. جمعه، هو جمعه بطلك ولا انا اللي بطلته ولا عمل ايه فينا ده؟ عشان بطن رجله. لا بس جمعه، لا بس لا